برامج المقالب أحد التقاليد التي اعتاد عليها الجمهور في رمضان. اشتهر عدد من النجوم بتقديمها، منهم الراحل حسين الإمام والراحل إبراهيم نصر، وكل منهما قدم سلسلة من برامج المقالب التي لاقت نجاحاً كبيراً. وبعدها أصبح النجم رامز جلال نجم برامج المقالب لأكثر من 10 سنوات. وهناك فنانون في الآونة الأخيرة حاولوا منافسة رامز جلال بعدد من البرامج، وإليكم أبرزها. الفنان هاني رمزي الذي قدم على مدار سنوات مجموعة من برامج المقالب، منها هاني في الألغام. واعتمدت فكرة هذا البرنامج على استضافة نجم في واحد سيوة ثم المرور وسط منطقة صحراوية ليكتشف أن الألغام منتشرة بها، واستعان هاني رمزي بالإعلامية سهير شلبي حتى يقنع النجوم بالتسجيل. وكان من ضيوف البرنامج وفاء عامر ومحمد رجب وهالة صدقي ونجلاء بدر، كما أن هناك برامج أخرى لاقت رواجاً أيضاً وحاولت منافسة رامز جلال. برنامج الزفة تم تقديمه في عدد من المواسم، ويقدمه الفنان عبد الرحمن مالك، وهو من إخراج محمد عادل، وتدور فكرته حول استضافة الزوجة للحديث حول قضية ما، لتفاجأ أثناء التصوير بزفة وتكتشف أن العريس زوجها، ما يصيبها بصدمة. وقدم الفنان سامح حسين تجربة تقديم المقالب على برنامج الدور على مين، إذ إن الفكرة تحاكي برنامجاً كوميدياً بريطانياً. وخاض الفنان محمد ثروت تجربة تلفزيونية جديدة، حيث ظهر يتقمص شخصيات مختلفة ومهناً متعددة في برنامج يحمل اسم محدش فاهم حاجة، ويكون المقلب في جمهور الشارع على غرار مقالب الفنان الراحل إبراهيم نصر. وخاضت الفنانة فيفي عبدو تجربة قبل عامين من خلال برنامج خلي بالك من فيفي، والذي يقوم على استضافتها لضيف في منزلها وإيقاعه بمقلب. وعن برنامج 5 نجوم، فقد عرض العام الماضي وقدمه عدد من الفنانين، كل منهم يقدم 6 حلقات فقط، وهم غادة عادل ومصطفى أمر، نور كريم فهمي ومحمد الشرنوبي.